صح معز مسعود، واليوم قبل الأخير من الشهر الكريم إن شاء الله، وبنتكلم عن حاجة مهمة النهاردة. الحقيقة أنا فرحت لما معز بيقول لي عايزين نتكلم عن أمجاد الأمة، عن استعادة الأمجاد، عن إحياء المجد الكبير اللي حققه الأجداد. معز أنت تحمست، بتهيألي يعني الكتاب الجديد ده عمل عندك بعض التأثير. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا طبعا أنا أتمنى أنه يكمل 30 يوم بإذن الله إن شاء الله، فإحنا لسه لسنا على يقين وفي رؤية، لكن لا شك أن إحنا في آخر يومين، آخر كم يوم بالعامية كده يعني، ده بالنسبة للشهر الكريم. بالنسبة للكتاب، الكتاب اللي حضرتك اديتهولي ده عن طريق أصدقائك اللي عرفتني عليهم، وصلت هدية بس. لا هي هدية فعلا، وأنا فتحتها ولقيته هي هدية بالفعل. هو كتاب اسمه 1001 ابتكار أو 1001 اختراع، 1001 inventions، Muslim heritage in our world، تراث المسلمين في عالمنا اليوم المعاصر. وأنا عجبني فيه عدة حاجات يعني. أنا أولا عجبني الطريقة اللي هو معمول بيها، يعني ما تبص ما عارفش ما يعرفوا يوروا ولا لا، لكن تعرف ممكن أحيانا يبقى المحتوى جميل جدا بس طريقة العرض مش مناسبة خالص، ضعيفة جدا جدا. لكن انا ما بصيت جوه لقيته عامل زي الانسايكلوبيدياز بالظبط، عارف اللي بتبقى معموله وجواها كل المعلومات وصوره كامله ومنظر والوان وابيض واسود وتفاصيل، وبيشوقك من اول الكتاب، فيكلمك يقول لك هتعرف القهوه جت منين. كل ده تراث المسلمين، مين بدا موضوع القهوه، ندم يا غرب بتموتوا في القهوه يعني، تعرف هما كافي طبعًا. كافي قوي. ديودرنتس، ها المزيل للعرق، مين بدا موضوع الديودرنت من 1000 سنة، مسلمين. حاجات معينة كده فيما تخص الجامعات والمستشفيات والتجارة وهي تفاصيل بقى يعني. هي فعلا دائرة معارف ومسجلة 1001 ابتكار أو اختراع، دي مسألة الحقيقة. هم فعلا هقعد أنا ما عدت لي، هم عاملين 1001 مش اسم كده مجاز إنه كتير يعني، لا 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 مش 1000 ليلة وليلة يعني 1001 بجد. أهو قهوة مش عارف، هتلاقي حاجات كتيرة. النظافة ده موضوع برضو ممكن بقى ندخل فيه، لأنه بيفكرني طبعا بالكلام اللي قلناه من كام يوم. اهو بص حاطط لك السواك وفرشة السنان، بيقول لك المبدأ نفسه جه منين، ما لا شك جه من سواك الى اخره بقى، وحاجات بقى كتير جدا، وبدايات الكاميرا وحبس الظل، يعني كلام كبير جدا جدا. انا قد ما انا اتمنى ادخل فيه جوه البرنامج الا مش هيبقى فيه وقت، فاحنا يعني الكتاب ده او غيره موجودين، لكن ده فجر جوايا معاني، فجر جوايا معاني. كيف نعود أمة عالمية؟ محتاجين نرجع نبقى أمة عالمية. رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ربنا قال له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فمحتاجين أن احنا نبقى أمة عالمية. الكلام ده هيحتاج مننا تفصيل في عدة ملفات. الملف الأول أن احنا محتاجين نعيد تصورنا للدين، محتاجين نبتدي نفهم الدين بفهم صحيح، لأنه كتير مننا متأخرين بسبب مفاهيم مغلوطة للدين، فيبتدي يبقى الفهم المغلوط للدين معطل للقيام والنهضة والإحياء بتاع الأمة، وده موجود طبعا في عصرنا ده. ومحتاجين، فده ملف الأولاني، إن احنا نتكلم عن تصورنا للدين إزاي يكون سليم وواقعي وحقيقي وأصيل. ملف التاني تصورنا للواقع برضو، تصورنا للآخر، تصورنا لمبدأ الحوار. هل الحوار ضعف فعلا زي ما يروج لهذا المبدأ بعض الناس؟ ابتدى الناس تتكلم عن الصدام وعن التوتر وعن تصيد الأخطاء وكلام. الحقيقة الحوار استبدل بكل أسف بأشكال أخرى من العلاقات وطرق الاتصال، يعني ده طبعا بلا شك يعني بيزود الفجوة وبيقلل فرص التقدم على كل المستويات طبعا. لا شك، وبقى في ثقافة صدام وتصادم وبتطرح على انها بديل. اسمح لي استعمل كلمتك دايما، اساءة ظن برضو حتى مع الاخرين يعني، ده مش نعم. فده هيفتح معنا ملفات كتيرة، من اهمها بقى دلوقتي، علشان بس احنا قبل ما نبدأ في الكلام احنا عايزين ايه بالكلام ده. احنا عايزين وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صلى الله عليه وآله وسلم. عايزين نرجع ونسترجع الوسطية الحقيقية والرقي
بتاعنا كأمة. هناك من يرى أنه كلمة الحضارات أصلا كلمة خاطئة، لأن هو في حضارة واحدة إنسانية لكن في ثقافات مختلفة. طب يا ترى هل هنقدر زي ما أجدادنا عملوا إحنا اللي نطور الحضارة الإنسانية، إحنا اللي ندي الحضارة الإنسانية الوقود الحقيقي لتقدمها المادي والروحي؟ ده موضوع مهم جدا. هل مفهوم التقدم قاصر فقط على التقدم المادي الملموس، بحيث نقول في الدول المتقدمة، متقدمة في إيه بالضبط؟ بنقصد تكنولوجي وبنقصد صناعة وبنقصد شبكات طرق بس ما بنقولش المتقدمة ماديا. في عالم المادة بنقول متقدمة بس، فبنحس إن إحنا إيه؟ على عكس متأخرين. طبعا. فعلا بنتعامل كده، لا إحنا متقدمين في أمور أخرى، لسه أخلاق معينة إنسانية إحنا ما زلنا بنحافظ عليها وإن كانت بدأت تنهار عندنا. وعشان كده الكلام هنا حساس جدا، لأنه لما تبتدي كمان الأخلاق تنهار عندنا هيفضل إيه؟ ذهب. هتقول لي بقى شوقي، طبعا شوقي انا عارف. قول لازم اسمح لي. قول البيت من فضلك. اسمح لي، انا بحس ان ده من اجمل وابدع ما يعني نطق به شوقي لما قال انما الامم الاخلاق وما بقيت فانهم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. بالظبط كده. فدي نقطه مهمه جدا، لكن لو حافظنا على اخلاقنا حتى لو لسه ما وصلناش للتقدم المادي اللي ممكن يكون مطلوب بضوابط، الدنيا تبقى في ايدينا فاحنا نحركها مش في قلوبنا فهي تحركنا، اتكلمنا عن ده اليومين اللي فاتوا. لكن حتى لو وصلنا لهوش لسه، لكن عملنا التقدم الروحي والتقدم الأخلاقي، ده موضوع مهم جدا. ما ينفعش نبص دلوقتي نقارن نفسينا إحنا كمسلمين بالبشرية فنلاقي نفسنا متأخرين ماديا جدا فنقول إحنا المتأخرين هم المتقدمون، لا الموضوع مش بالبساطة دي. والمصيبة الأخطر إن حد يرجع ده للدين ويقول الدين حجزنا. أنا بقول لك أنا سمعت واكتئبت جدا وعجزت عن حتى الدخول في مناقشة، تصور للدرجة دي أصبت بإحباط لما لقيت حد بيقول في جامعة كده بطلوا بقى كلام الدين ده وشوفوا الناس اللي تقدموا عملوا إيه يعني تقدموا. فأول نقطة عايز أقولها قبل ما نكمل إنه يلا نغير مفهوم التقدم ونوسعه، ولما نقول تقدموا نقول تقدموا ماديا وتأخروا روحيا. طب وإحنا تأخرنا ماديا، مش عايز أقول تأخرنا روحيا بس تعالى نقول توقفنا روحيا. عندنا مشكلة بنشاور عقولنا نقلد الغرب في كل حاجة. لا ده فيها أضرار. طب نعمل ديننا. طب ما هو ديننا أنا مش فاهمه، ده بيقول ديننا كده وده بيقول ديننا كده، ده بيقول ما ينفعش استخدم فرشة سنان حرام، ده بيقول الأسفلت ما ينفعش، النبي صلى الله عليه وسلم ممشيش على أسفلت، ده بيقول لازم ألبس جلبية، لبس الآخر حرام إلى آخره. ما بقاش عارف الدين فين. ده بيقول الوتريات والآلات الموسيقية، ده بيقول لي لا. الموضوع ده راجع إلى عدم تفعيل ثقافة الاختلاف في الأمة. الاختلاف رحمة. تفاصيل كلها إذا كان إحنا مش عارفين نتفق على رؤية واحدة للدين أصلا فيما بيننا، هندعو العالمين إليه إزاي؟ ندعوهم إلى إيه؟ تخيل حضرتك عندك خمس عناوين وبتقول أنا هعزمك على الفطار النهاردة، أنا جاي بس مش عارف في أكتوبر ولا في التجمع الخامس ولا في الدقي ولا في الزمالك ولا في المهندسين، مش عارف بس تعال لي على الفطار أرجوك. طب ما أنا عايز أجي. دي بتحصل، دي كارثة حقيقية. محتاجين نبتدي نفهم الدين فهم شامل أصيل واقعي روحي رباني بفقهه الواسع بمفهومه الذي يشمل عمارة الأرض النابعة من نشر الحق والعدل والجمال والخير في الأرض زي ما قلنا من كم يوم. كل ده على بعضه باكج واحد زي ما بيقولوا في العصر ده كله، وكل ده في إيدينا مش في قلوبنا، حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ومن أهم الحاجات اللي في سواهما دي نفسنا. الموضوع ده هيبدأ بتضحية، هيبدأ بجهاد للنفس. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هنحتاج نجاهد أنفسنا كتير جدا. أصحاب الرؤى المختلفة في إحياء الأمة ونهضتها دلوقتي هيجاهدوا نفسهم إن هم ما يغتبوش أصحاب الرؤى الأخرى. هنجاهد نفسنا إن يبقى فيما بيننا توحيد للصف حتى لو إحنا مختلفين في بعض التفاصيل، كلنا مسلمين مع بعض. ده لون من ألوان جهاد النفس.